تسلم ابو علي. انت عارف ابو علي؟ اي يا عم ده انت مشهور يا ابو علي. سمع المشهد الراجل بيقول لك تسلم ابو علي. المشهد اكبر هنا الشغل فين؟ اي ابو علي راح يروح. ابو علي شد الورق حبيبي. روح الشجار هذا صغار واكبر مستر راح يطلع من الارض. اضع يا حبيبي يستر ابن ابو علي. اسمع ما هي رسام بلا بلوك ابو علي. انت بتحسدني انا عشان ادي انا المعلم صاحب الحصان والحصان عشان ادي انا المعلم انت ايه انت معكم ولا ايه؟ لا زي ما انت انا بقول لك حسدني انا عشان ادي امسك كده ابو امسك كده بس. ايش عندي احنا ما نمشي حاسب انت ولا لا حاسب شد الورق على ما تهزش الحبل واحده واحده شد الورق الورا ابو علي. ابو علي الله يا ولد يا حسين هب لي صوره. الصوره انا اصور لك. ليه ما نصور لك هذيك كره يا اخي؟ انا نجي وقف وش ذا؟ وش حجارة كبار وصغار؟ ضيع ورا سبع ذبذب خالي ما له ريال. على جنوة ما يوقف اوه تعبي تعبي يا ولد. يا خال اوعى تعال يا صاح اطلع بقى كده على فوق. فين هذا في مصور هنا ابو علي؟ انت عايز صور؟ ما تشتق لا ابو علي فرض مالح ابو علي النبي عليه. تعال يمين ابو علي مرحبا اخذ من الاهل جيب لك مصور عشان خاطر احسن. تعال يمين هنا تدي يمين